والآن موعدنا مع النشرة الاقتصادية للسادسة. باقة من أخبار المال والأعمال بصحبة شروق عماد الدين. إليك شروق. شكرا لكما محمد وسارة، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة. أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات التركية. وخلال زيارته الحالية لتركيا، بحث سمير مع ممثل مجموعة KOC القابضة التركية مشروعات الشركة في مصر ورؤيتها المستقبلية لزيادة الاستثمارات بالسوق المصرية. وأوضح وزير التجارة والصناعة أن مجموعة الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع في السوق المصرية من خلال إقامة مصنع للصناعات المغذية للسيارات ومصنع للمستحضرات الطبية، إلى جانب التعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والتعاون في مجال مارينا اليخوت، وكذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع. من جانبهم، أكد ممثل الشركة ثقتهم في الاقتصاد المصري، حيث قامت الشركة بضخ استثمارات كبيرة في السوق المصرية خلال الفترة الماضية. ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة السادسة على التوالي بعدما تعهدت السعودية وروسيا بخفض الإنتاج حتى نهاية الشهر المقبل. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 76% إلى 85.79 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 85% إلى 82.24 دولار للبرميل. وفي المقابل انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 52% لتصل إلى 3.5 دولارات للتر، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.13% لتسجل 2.59 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد مصدران من أوبك بلس أن اجتماع لجنة كبار وزراء المجموعة أبقى سياسة على سياسة إنتاج النفط دون تغيير. تضم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء بينهم روسيا في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك بلس. وأضافت منظمة أوبك أن بيانات إنتاج النفط في مايو ويونيو تظهر امتثال الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك والمنتجين من خارجها بوجه عام لاتفاقهم بشأن خفض إنتاج الخام. أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع المنتجين والمستهلكين لضمان تعزيز سوق الطاقة للنمو. جاءت التصريحات الأمريكية بعد قرار السعودية بتمديد خفض إنتاج النفط. لليوم الثاني على التوالي ارتفعت أسعار النفط متجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة السادسة على التوالي بعدما تعهدت السعودية وروسيا بخفض الإنتاج حتى نهاية الشهر المقبل. في أعقاب ذلك، أكد المتحدث باسم الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع المنتجين والمستهلكين لضمان تعزيز سوق الطاقة للنمو بعد قرار السعودية تمديد خفض إنتاج النفط. المملكة العربية السعودية كانت قد كشفت عن قرار بتمديد خفض طوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا لشهر إضافي ليشمل بذلك سبتمبر، مضيفة أنها قد تزيد مقدار الخفض أو تمدد الفترة مرة أخرى. الخفض السعودي الجديد في إنتاج النفط هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل الماضي والممتد حتى نهاية ديسمبر عام 2024 بهدف تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس لدعم استقرار أسواق البترول وتوازنها. في الوقت نفسه، دعم القرار الصادر في أبريل من قبل العديد من أعضاء تحالف أوبك بلس الذي يضم روسيا بخفض الإنتاج طوعية بأكثر من مليون برميل يوميا دعم الأسعار لفترة وجيزة، لكنه فشل في تحقيق انتعاش دائم.
ويواجه منتج النفط انخفاضا في الأسعار وتقلبات في السوق في انعكاس لاستمرار التداعيات الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتعافي الاقتصادي المتعثر للصين. ومنذ بداية يوليو المنقضي ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل شبه مستمر، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 11% وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 14%. وصلت سوق دبي وأبو ظبي مكاسبهما الأسبوعية بدعم من الأرباح القوية للشركات وأسعار النفط المرتفعة. وفي دبي صعد المؤشر الرئيسي بنسبة 8%، فيما أنهى مؤشر أبو ظبي تداولات دون تغير يذكر بعد التأرجح بين مكاسب وخسائر صغيرة. وسجل مؤشر أبو ظبي ودبي مكاسب أسبوعية 3% و1.2% على الترتيب. وفي بورصة وول ستريت ارتفعت المؤشرات الرئيسية بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع الوظائف في الولايات المتحدة بصورة أقل من المتوقع في يوليو، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 4%، وصعد المؤشر ستاندرد أند بورز بنسبة 27%، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 47%. أنهى المؤشر نيكي الياباني تداول دون تغير يذكر تقريبا مع ترقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية، بينما دعمت المؤشر مكاسب أسهم التكنولوجيا. وارتفع المؤشر نيكي بنسبة 1.1%، وخسر المؤشر ما يقرب من 4% في الجلستين الماضيتين بعد الخفض المفاجئ للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وسجل خسارة أسبوعية بنسبة 1.7%، وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا خسائره المبكرة ليرتفع بنسبة 28% عند الإغلاق، لكنه خسر 7% خلال الأسبوع. ومن بين 225 سهما مدرجة على المؤشر نيكي ارتفع 130 سهما وانخفض 93، فيما لم يطرأ أي تغير يذكر على سهمين. انتهت جولتنا الاقتصادية، وعودة من جديد إليكم محمد وسارة. شكرا لك شروق على هذه الجولة الاقتصادية.